ازيكم يا شباب، كون خير. فيديو النهارده قناه يونس جيمنج اكس واي اكس واي اكس واي يا عم هو كده. النهارده هنلعب ماين كرافت، هنصور فيديو هيوسف كورونا طبعا اللي هو كالعاده. انا عرفت هو بيهرب ليه، عشان بيقدر يفتح الباب. تمام، هندخله مع بعض. حط ديرت عشان ما اعرفش يقص. حط واحد تاني، بعد كده نرجع له. صباح الخير، النهارده لازم اروح للدكتور عشان فيروس الكورونا اللي عندي ده. صباح الخير، لازم اروح للدكتور. ازيك يا دكتور، عندي فيروس الكورونا. مين قال لك ان انت عندك الفيروس الكورونا؟ عندي الاعراض، لازم اتعالج. طيب ماشي، اشوف لك الدواء. استنى. يلا. الدواء لقيته اهو، خد يا عمي. شكرا. اشربه وهتخف من الفيروس الكورونا. شكرا يا حبيبي. ماشي خلاص. لازم اروح البيت دلوقتي. اشرب الدواء 5 مرات في اليوم. شرب الدواء والجوعة. تصبحوا على خير. صباح الخير، لازم اشرب الدواء دلوقتي. شربت اول جوعة ولازم اروح لشغلي. لازم اكل البقر. لازم اروح البيت دلوقتي، الجو بيليل. لازم اشرب الدواء. شربت الدواء ولازم اكل دلوقتي. لازم اتغدى دلوقتي واخد الدواء. الحمد لله شفت الدواء وماكل وتصبحوا على خير. صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ انت نمت معايا؟ طبعا يا ابني، انا تعبت مش عندي، ما عنديش سرير. وانا نمت معاك برضه. يلا نام. طيب يا ابني، انت خلصت العصير؟ خلصت. ايوه دواء العصير. خلصت كده، انا خفت عندي الكورونا. كده انت يعني انت مصمم تنام يا ابني؟ تنام يا ابني. خلاص يا شباب، دي نهاية الفيديو. انا عجبكم تشوفوا لايك وتشتركوا في القناة عشان انا يعني بس التنبيهات. كنت عامل فيديو في القناة بتاعتي بس يعني مسحته. شكرا على المشاهدة، يا ريت تتفرجوا على الفيديو وتضغطوا لايكات. وده اي عم اخترق الحيط وجينا يا اسر وريهم ازاي طريقة يدخلوا على القناة على اي قناة، واتساب وقناتي. المفروض يا شباب تدخلوا على اليوتيوب تكتبوا يونس جيمنج اكس واي، اكتبها في المونتاج في الاخر، اكتب قناتين واتساب لايكات بقى يا جدعان. وبس، مع السلامة. ثانية بس نعمل لكم رقصة كده. See you later. السلام.